كان في حدا شاف حدا ومن أول نظرة وقع في غرامه. كان في حدا شاف حدا ومن أول نظرة اشتعل قلبه نار. يقولون تميز قلب يزو بارلاكلار. A good heart makes happy face. القلب الطيب يجعل صاحبه جميلا. لكن هل كل من نراه جميلا يكون طيبا؟ هل الأشخاص الطيبين وسيمين؟ هل الأشخاص الوسيمين والجميلين طيبين؟ هل هذا الشخص جميل؟ وهذا الشخص هل هو طيب؟ لا شك أن الشخص الطيب يشع سرورا ويفيض على من حوله سعدا واطمئنان. لكن جربوا أن تكتبوا في جوجل بيبي فيس كيلرز لتندهشوا من كم القتلة أصحاب الوجه الطفولي البريء، الذين إن رأيناهم قلنا هؤلاء مستحيل أن يقتلوا نملة، فكيف يرتكبوا هكذا جرائم؟ لو كنا نستطيع أن نعرف طيبة الإنسان من جمال وجهه ومن تألق صورته لما استطاع نصابا أن ينصب، ولما استطاع خائن أن يخون، ولما استطاع مخادع أن يخدع. لكن الخونة والنصابين والمخادعين يحاولوا أن يتشبهوا بأصحاب القلوب الطيبة، وطيبتهم تصنع وتمثيل. ولكن إلى متى يتصنع المتصنع؟ يلانجن المومو يتصيى قدر ينار، شمعة الكذاب تضيء حتى المساء، فإذا جاء العشاء وغابت الشمس تظهر الحقيقة. الكذاب يقول شمعتي تضيء لأن الشمس موجودة ولا نستطيع أن نرى ضوءها، لكن عند المساء نرى هل كانت تضيء أم لا. وكما نقول يذوب الثلج ويظهر المرج، أو كما قال الشاعر سوف ترى وينجلي الغبار، أفرس تحتك أم حمار. كان في حدا شاف حدا ومن أول نظرة وقع في غرامه. كان في حدا شاف حدا ومن أول نظرة اشتعل قلب نار. لكن يا عزيزي لا تغرنك النظرة الأولى، فياما تحت السواهي تواهي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.